اهلا وسهلا، انا ناصف محمد ناصف، استاذ جراحه العظام، تخصص ادم وكاحل واصابات المفاصل. النهارده موضوعنا هيكون عن العظمه الزياده. ابني او بنتي اتقال لها ان هم عندهم عظمه زياده، ودي بقى هتتشال ولا مش هتتشال يا دكتور، وايه الموضوع ده؟ الحقيقه هو مفيش حاجه اسمها عظمه زياده في الادم والكاحل، ربنا خلقها. هو عاده ده بيكون جزء من عظمه معينه كان المفروض تلتئم مع اختها او مع العظمه اللي جنبيها، وبالتالي تعمل عظمه واحده. الجزء ده ساعات ما بيلتئمش وبيفضل، فده بيتسمى او بيتشاف في الاشعه على انه عظمه زياده. الحقيقه اهميه الحته دي ايه؟ ان بيجي الوتر بيمسك في الحته دي، وهو ده اللي بيعمل قرش الادم او يعكس الفلات فوت. وعشان كده مش غريبه خالص ان معظم الاطفال دي اللي عندها او اتقال لها ان هي عندها العظمه الزياده دي بيبقوا عندهم فلات فوت، او بيبان عندهم ان هم عندهم فلات فوت. والحقيقه هو درجه الفلات فوت ودرجة الفلات فوت، طبعا هو القدم المنبطح، درجة الفلات فوت وكبر الحجم بتاع العظماية دي او عدم التئامها ببقية العظم بتاع الادم هو اللي بيحدد هنعمل ايه، هل هنحتاج نعمل اصلاح للفلات فوت ده عن طريق اصلاح العظمة دي او لا. فالحقيقة في النهاية هو ممكن يكون في عظمة، هي ما بتبقى زيادة، التعامل بتاعها بيبقى على حسب هي الشخص ده عنده درجة قد ايه من الفلات فوت، او الدرجة دي من العظمة لحمة بدرجة قد ايه في بقية العظام اللي موجودة في الادم. شكرا، اشكركم جزيلا.